مصدر بالشارع خلي بالك فتح عينك رح تلقى الكاميرا ببالك لما بتقعد بالمكتب او لحالك لا تستغرب رح نطلع من جوالك صدق يا ما رح تضحك عاللي بيصير عاطف قاعد بيهوي تخنها كثير براهم جهاز شباك واحذر يا طير الله يعين اللي بيوقع بين الاثنين من بيقدر يتحمل لسعد دبابير هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس عطف لا تصدق حكي وشو ما قلك لو شفت الدهب بيدو تلقاه انحال هي ابراهيم تخفى او عيصيدك قبل لا تشرب مي تفقد الكاس كاميرتنا بتصور احلى ضحك واحلى احساس اليوم ابراهيم منتج وعلى اساس انه عاطف وسيط خير لانتاج سي دي للفنان فادي رأفت فؤاد شو قصه العقد والتوقيع الخاوه راح نشوفها مع بعض اهلا وسهلا فيك الفنان فادي رأفت فؤاد اللي سمعته على روتانا يا هلا خليه على التسهيل خليه على التسهيل يعني رأفت لا فادي فادي فادي, فادي. فادي. فادي لما حكيت لي فكرت لبناني فادي يا خلاص طبعا ابو مطلق الصوص مطلق الصوص ابو مطلق يعني مسمي ابنه مطلق سميت ابني مطلق تشرفنا هو معجب بشخصيته بحاله يعني سمى حاله ابنه مطلق بحب اسم مطلق 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 الصوص ابنه يعني بحب انا اطلق الله يخلي لك اياه الله يستر ابو مطلق سمع اغنيه خليها على التسهيل على روتانا وجدا معجب باغنيتك فكرك لبناني بدايه الله يخليك وفي مشروع راح تستفيد منه زي ما حكيت لك موضوع اللي هو عنده فكره عن موضوع الاغنيه انك اخذت قرض فبده سبع اغاني واحنا سمعنا قرض في الاغنيه على الاغنيه الاولى اخذت قرض طائر كلاب نعم الو ذبحتوه هم قصيت راسه وانا مو من قصيت راسه كويس خلاص تفنوا جنب البيت تدفنوا جنب البيت خليها هيرير تطلع عادي حطوا فوقي بباب بس مش فلق لا تفهمش غلط لا مش فلق هذا لقوا حنيش بالسنس اللي ورا الدار انا اللي قتلت الحنش بتذكر عاد الامام نفسه على نفس الوزن يعني طبعا ابو مطلق بده ينتج لك السبع اغاني تتشرف اكيد من الشرف خليها على التسهيل مش معقول ما نسمعهاش خلينا نسمع خليها على التسهيل عايش الدنيا وما فيها وشوف اللي صاير فيها عايش الدنيا وما فيها وشوف اللي صاير فيها لا يهمك ولا تهتم خليها عدى سهيل عايش اليوم بيوم وبأفراح وهموم عايش اليوم بيوم وبأفراح وهموم لا يهمك ولا تهتم خليها عدى سهيل خلي اللي صار يصير لا تنسى ربك كبير وهو بيعطي الفقير خليها عدى سهيل صوتك جميل و تسلم صوتك جميل جدا ايوه استاذ سبعة عاطف انت شو الاتفاق انت وسيد رأفت والله هو لسه بسدد بالقرض على الاغنيه الاولى نعم. فالوضع شوي فبقدر اشيل تجي الاغنيه الثانيه نعم. بس انت الان بتكون انت شلته من مشكله كبيره موضوع انتاج الاغاني انا بنتج الاغاني عظيم بس بشرط كيف؟ عندي شرط جزائي شرط واحد
هذه بحطوا شروط الناس. أكيد أكيد أكيد. شرط مش مشكلة. توقعين لي على ورقة فاضية، ورقة بيضاء. أنا عندي التوقيع. يعني حصرياً؟ حصرياً نعم. بس يعني. فش فيها من دخل بيت أبو سفيان فهو. أنت موقع معنا الشخص هذه؟ لا مش موقع. مش موقع. بس أنا بدي أسأل يعني في شروط لازم. أنا بحبش الحكي كثير. لا مش هيك. أنا الحكي كثير ما بحبه. الآن هو بجزء بده حصرياً مش فاهمينها إحنا هاي. أنا مش فاهم قصة. أنا أنت مش فاهمني. أنا بقول لك الحكي كثير بحبوش. أنا حكيت. لك شوف إيش ما عجبك. عفوا بس حكيناش. مطلق. مطلق زلمة ضيف يعني برضه ما بصيرش بالطريقة هاي. أستاذ عاطف أنت عارف أنا فيش عندي كلام. خلاص وقع وقع. ما فيش فيش ما عنديش كلام. وقع وقع. هو راح يوقع. بدك توقع. لا إيش وقع يعني. بدك توقع على ورقة فاضية. يا سيدي الاتفاق متفق احنا. أنا ما عندي شروط. وقع وبس. انا اللي بسوي الشروط مش انت. انا اللي بدي انتش مش انت. طيب مطلق عنده شرط. انا اللي بدي انتش مش انت. حلو. انت لك شروط؟ انا ما عندي اي شيء. ما عندي مشكله بس بدي اعرف شو هي. بنتج لك سبع اغاني. شو لا هسه جس اعطيني سيجاره. توقع ورقه فاضي فيها انه يعني القصه بدك تعرف. مخون. لا مش مخون. لا ما مش مخون. لا طبعا عفوا. شو لا مش انت مخوني؟ لا 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 مش لا انت مخوني؟ هو لازم الثقه موجوده. لا انا الثقه بس لا لما تيجي انا محترمه عشانك. لا لا تسلم. ولع لي سيجاره. الزلمه برب لسانه والزلمه قال لك بدنا نتج لك سبع اغاني. بعرف استاذ بس انه الفكره انه بحكي لك وقع ورقه فاضيه. افرض ايش يعني افرض عمل شغله وانه انا اللي تلبست. لا 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 ان شاء الله ما بتوصل لهالمراحل. لازم يكون ثقه يعني زلمه حكى كلمه بده يكون قدها. مش عارف استاذ عاطف احنا انا بخليك تشهد على جريمتك. بس لا ان شاء الله ما بتوصل لهالمراحل. انا بخليك تشهد على جريمته. لا لا مطلق جريمته هذا ضيف وفنان يا سيدي. الان انا قاعد بحشش تخلينيش. لا 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 احنا ضيف في الفضائح. يعني اذا بريتم فاستتروا. اذا بدك تحشش مش داعي الناس تعرف عنك. كان بعاني من مشاكل نفسيه صغيره. طب انا مالي ومال مشاكل. يعني وجد تفريغ بموضوع الدخان. لا يفهم غلط. دخان مش حشيش. هو يعني بعيش الدور. طيب ابو مطلق الان السبع اغاني شو بدك تعطي؟ لا حول ولا قوه. نسمع شغله بالكهدي. سمعنا اي شغله هيك من سمعنا. علي صوتنا بس. اكيد سمعه خفيف. انا نسيت احكي لك. سمعك. اسمر يا سماراني مين قساك عليا لو ترضى في هواني برضو انت اللي هي. اسمر يا سمراني مين قساك عليا لو ترضى في هواني برضو انت اللي هي. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه قاسي ليه. يا حيوان وينك؟ مالك عم مطلق ليه زعلك؟ اعطيني حبة دواء. شو في يا جماعة؟ عطيني ورقة. شو في؟ مين زعلك عمي؟ روح برجع. ما في شيء. خلص روح، فيش شيء. عشان أورجيك مين أنا. أبو مطلق. زي ما قطعنا راسه بنقطعه. مين هو؟ الحنيش. نقطع راسه. يا أبو مطلق. نقطع راسك. أبو مطلق هدي. هو أنا عندي هون توقيع ورق. توقيع ورق عندي بس مش بالخاوة يا أستاذ. أنا عندي كل شيء خاوة. كل شيء خاوة. بقول لك كل شيء خاوة. أبو مطلق في تفاهم في حوار. طيب استنى. ما عندي حوار. بقول لي بالك شوية. توقع ورقة بيضة. ما عندي حوار. توقع ورقة بيضة. أنا لا أشوف أخي الكريم أنا لا بعرفك ولا بتعرفني. كيف أوقع لك ورقة بيضة؟ جيبوا لي إياها. جيبوا لي ابو جيبوا لي مطلق. جيبوا لي احنا وين يا حبيبي؟ مش احنا مش بعصابه شقاق. جيبوا لي يا استاذي يا حبيبي. مش جيبوا لي
شو فيه؟ جيبوا لي اياه يا استاذ يا اخوان شو فيه؟ جيبوا لي اياه جنبي شباب طول بالك يا مطلق هذا ضيف يا مطلق فنان وقع شوف الكاميرا معانا مهضوم كثير نكته ونهفه وطرافه فيها تغيير اوعى يا ضيف تعصب هدي حالك يا استاذ انا بوقع بوقع لا لا بتوقع والشباب بس ايده معك وقع خلص اعطيه توقيعك استنى شوي اعطيني توقيعك على جنب على جنب يا شباب خلص يا استاذ اعطيه تخش بوقع بوقع خلص بوقع يا حبيبي يا اخوان وقع تفضل تفضل بوقع قال وقع شوف قال بوقع قال بوقع ما في مشكله وقع يا جماعه كل شيء بالتفاهم انت ليش ليش عصبيه انا بدي اياك توقع شو ليش العصبيه بوقع خلص شو المشكله خلص استاذ شوف شو تسوي وقع استاذ فادي استاذ فادي شوف الكاميرا معانا مهضوم كثير نكته ونهفه وطرافه فيها تغيير اوعى يا ضيف تعصب هدي حالك يا شباب يا حبيبي طيب طيب وقع بدك تتوقع هون هادي كيف بتشرد خلص خلص بس انت كيف بتشرد خلص يا ابو مطلق انت كيف بتشرد ابو مطلق مطلق لازم اوقع هو بوقع بس وين بس وين اوقع استنى بتوقع هون معك هون الكاميرا الخفية تستاهل اللي براجل ليش بقول لك عصابه يعني ما عصابه ولا شيء في شيء لا عصابه ولا شيء وين البتقالية شو هذا شوف بلعب بعصابه لا ما شاء الله عليك ما شاء الله وقع خلاص وقع خلصنا وقع شو بتحكي للساده المشاهدين فينا ترى بحكي لهم كل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسعاده كل يوم وكل اياكم تكون كلها سعاده بدك توقع ولا بدك توقع ولا بقدر أقول إلا الله يسامحك يا إبراهيم ومشاهدينا تابعونا بكرة بحلقة جديدة ومقلب جديد شوف الكاميرا معانا مهضوم كثير نكتة ونهفة وطرافة فيها تغيير اوعى يا ضيف تعصب هدي حالك صدق يا ما رح تضحك عاللي بيصير إبراهيم جهاز شباك واحذر يا طير الله يعين اللي بيوقع بين الاثنين من بيقدر يتحمل لسعد بغير معانا الضحكة أحلى بتعب الراس هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس عطف لا تصدق لو شفت الدهب بيدو تلقاه انحال هيا ابراهيم تخفى اوعى يصيدك قبل لا تشرب مي تفقد الكاس كاميرتنا خبيناها عن عين الكل بتصور احلى ضحكي واحلى احساس